المكان والزمان، بل وضع لنا اسامي المجرمين القتله وعلى راسهم عبد الفتاح السيسي ومحمد ابراهيم ومدحت المنشاوي رئيس العمليات الخاصه في الامن المركزي للوزاره الداخليه، كمان محمود التهامي مدير المخابرات الحربيه، وتسعه من مساعدي وزير الداخليه، وسبعه من قيادات المجلس العسكري. احنا عايزين ايه اكتر من كده؟ اكبر منظمه دوليه واعرق منظمه دوليه في حقوق الانسان هيومن رايتس ووتش، بقى لها حوالي 34 سنه شغاله ولها مصداقيه وواخده جوائز من مجلس القومي تبع الامم المتحده. ناقص ان نشتغل ازاي؟ انا جاي اقول لحضرتك النهارده وقاطع هذه الالاف الاميال عشان نتكلم مع بعض وكل واحد من حضراتكم يعمل واجب لما ننفض من هذه الجلسه. احنا عندنا عده مسارات يجب ان نعمل عليها بعد تقرير هيومن رايتس ووتش. في ناس تحبطك تقول لك طب ما هو في عملنا ايه بالتقارير السابقه؟ لا، هذا التقرير نوعي لم يحدث من قبل بهذا المنظر، نحط اسم رئيس الجمهوريه انه متهم بجرائم ضد الانسانيه، هذا تقرير عظيم. احنا النهارده التقرير ده لازم نشتغل عليه. في حاجه حضراتكم اسمها دلوقتي منظمات حقوقيه محترمه موجوده مثلا في امريكا. في حضراتكم ناس هنا معاها جنسيه امريكيه. لو شغلنا على المسار الاول، الناس اللي معاها جنسيه امريكيه لهم حاجه اسمها السيناتور والكونجرس مان. ممكن حضراتكم طبعا تكونوا يعني عندكم فكره اكتر مني. بذهب اليهم واقول لهم انا النهارده اصلي او موطني مصر. في تقرير لمنظمه امريكيه بتقول في جرائم ارتكبت ضد الانسانيه. احنا ما بنتكلمش سياسه، لان حقوق الانسان عندما تتكلم فيها المفروض يتم تنحيه السياسه جانبا. احنا النهارده عايزين حضراتكم يا سيناتور يا كونجرس مان، هذا الامر يتم تداوله ومناقشته في اروقه الامم المتحده اللي هي اكبر منظمه امميه في العالم. هذه واحده. المسار الثاني اللي ممكن يشتغل عليه ان هناك من اهالي الضحايا من هم عندهم جنسيات اجنبيه، وهذه الجنسيات وقعت على اتفاقيه الامم المتحده او اتفاقيه المحكمه الجنائيه الدوليه في لاهاي. للاسف يبان فتره حكم الرئيس محمد مرسي لسبب ما لم يتم التوقيع على اتفاقية روما بتاعة ملاحق المحكمة الجنائية الدولية، فلذلك لا يستطيع أفراد أو حزب الحرية وعدالة، وده كان سبب الرفض للقضية أمام المحكمة الجنائية الدولية. طب نعمل نتغلب إزاي على هذه المشكلة؟ الناس اللي معاها جنسية دولة موقعة على اتفاقية من حقهم يرفعوا قضية. كمان الدول المحترمة لو النهاردة ضغطنا أو اتكلمنا أو اتناقشنا مع دول أمريكا اللاتينية وشفنا بوليفيا وشفنا دول محترمه مع تونس مع تركيا، وتعالوا يا جماعه متشكرين يا رجب طيب اردوغان ومتشكرين يا منصف مرزوقي، لكن عايزين الامر يتجاوز الكلام. الملف الحقوقي المصري، ملف هيومن رايتس ووتش، تاخدوه زي ما هو كده تحطوه لي في مجلس حقوق الانسان في الاتحاد الاوروبي، تشتغل لي النهارده ان عندي قضيه عادله. ده مسار. ايضا مسار اخر لحضراتكم ان هيومن رايتس ووتش ذات نفسها هنا موجوده في امريكا عند حضراتكم، يتم التواصل معها والتفعيل مع المنظمات اللي زيها المحترمه اللي هي لها صفه الاستشاريه داخل مجلس حقوق الانسان في الامم المتحده. على سبيل المثال عندنا مؤسسه اسمها الكرامه في سويسرا، عندنا مؤسسات هنا محترمه اخذ هذا التقرير ويكون نواه واروح به مجلس حقوق الانسان. الاخوه الفلسطينيين رغم الحصار ورغم التعب ده كله استطاعوا عقب عمليه الرصاص المصبوب ان هم يمنعوا سيسي ليفني ان تصل تنزل الى مطار هيسرو في لندن، وانها تطلب تكون على قوائم الترقب والوصول. احنا ممكن نعمل كتير، لكن دايما يقول لك ايه عايشين نظريه المؤامره الكونيه وصمة مع بعض. لا، احنا ممكن نشتغل بدليل يا جماعه ان في تقرير محترم ادعو حضراتكم، هو معايا على فلاشه او ممكن تنزلوه من اي حته، نقعد نعمل ورش عمل على 150 ورقه. ده تقرير بينصف هؤلاء الضحايا. النهارده بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا عندي 817، ماشي، وانا على الاكثر من ذلك، لكن هو لو قريت التقرير باهتمام بيقول حاجه مهمه جدا. 817 وثقهم، ولما هيومن رايتس ووتش تتكلم على توثيق العالم دي بالذات وهيومن رايتس ووتش تحديدا بتجيب الخمس مصادر. عشان كده ما اتكلمت بعد كده في البند الثاني، قالت انا عندي 246 لم يوثقوا التوثيق الكافي. التوثيق الكافي بتتكلم على ايه؟ يعني عندها ثلاث مصادر مثلا بس ما بتقولش خمسه. وبتقول روايه ثانيه خطيره جدا. بتقول ايه حضراتكم؟ بتقول انا ليله 2 اغسطس استجرت قمر صناعي مسح لي اعتصام رابعه، فوجد ان 85,000 مصري كانوا معتصمين في ميدان رابعه.
وطبقا لتصريحات وزير الداخليه محمد ابراهيم فان الخسائر عمليه رابعه سيكون معدلها حوالي 10%، فمعنى ذلك ان عدد الضحايا لا يقل عن 2000. هي هيما الرئيس بيقول لك انا ما قدرتش اوثق الا ال 1063 منهم 817 دول، عندي اساميهم وعندي مصادرهم، ولكن العدد ممكن يوصل ل 2000. خش النهارده في ثنايا التقرير بيكلمك كمان مش على رابعه بس، دخل كمان على مذبحه الحرس وبيقول لك انا عندي 61 اتقتل يوم 8 يوليو ومذبحه المنصه يوم 27، عندي 91 اتقتلوا وعندي كمان 120 فرنسيس. عايزين اكتر من كده ايه؟ منظمه دوليه النهارده بتحط لك النهارده الحصان بجد قدام العربيه وانت اتحرك. فالوفاه دي جميله، لكن احنا النهارده ما نروحش البيت رفعنا اعلام رابعه وشاركنا فعاليه خلصنا، لا احنا بقالنا سنه ومحدش مفيش قصاص تم في قضيه عادله، وهي هي هو التقرير بيقول لك ان دي اكبر مجزره حدثت في العصر الحديث في 12 ساعه. وقالت ان منظمه الميدان الموجود في الصين العدد كان 800 ولكن على مدار يومين. فهي اكبر هي بتوثقها ان هي اكبر جريمه، وبتتهم هؤلاء انهم محمد ابراهيم والسيسي ومدحت المنشاوي ومحمود التهامي انهم لم ينتهكوا القانون الدولي ولكن تجاوزوا ذلك في ارتكاب جريمه ضد الانسانيه. وهذه يا ساده يا افاضل جريمه لا تسقط بالتقاضى. رجاء لحضراتكم ان يكون هذا همنا، ناخد التقرير نشتغل عليه، نتواصل مع السيناتور ومع الكونجرسمان، نتواصل مع المنظمات اللي هنا، نقعد نفكر نعمل ايه. احنا انتوا هنا حضراتكم الجو هنا ممكن يكونش فيه ستريس، الجو هنا مفتوح، لكن احنا ممكن في اماكن تانية مش عارفين نفكر نتيجه الضغط العصبي نتيجه ظروف كثيره. فارجو ان يكون ده همنا، فربنا حتى يعذرنا ان احنا مش قادرين حتى يعني لو قصرنا في النتيجه، لكن هو ربنا مش عايز مننا نتيجه، عايزين نحسن العمل. اشكركم واتمنى ان احنا ان شاء الله نجتمع العام القادم بنحتفل باعدام هؤلاء قتلة الخونه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله.